بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، نواصل الحديث في بيان ما يرتكبه بعض الحجاج من أخطاء، ومنها ما يقع في رمي الجمرات. فإن رمي الجمرات واجب من واجبات الحج، وذلك بأن يرمي الحاج جمرة العقبة يوم العيد، ويجوز بعد منتصف الليل من ليلة العيد، ويرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق بعد زوال الشمس. لكن يحصل من بعض الحجاج في هذا النسك أخطاء، منها أن بعضهم يرمي في غير وقت الرمي، بأن يرمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل في ليلة العيد، أو يرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق قبل زوال الشمس، وهذا الرمي لا يجزي لأنه في غير وقته المحدد له، فهو كما لو صلى قبل دخول وقت الصلاة المحدد لها. ومن الحجاج من يخل بترتيب الجمرات الثلاث، فيبدأ من الوسطى أو الأخيرة، والواجب أن يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ثم الأخيرة، وهي جمرة العقبة. ومنهم من يرمي في غير محل الرمي وهو حوض الجمرة، وذلك بأن يرمي الحصى من بعد فلا تقع في الحوض، أو يضرب بها العمود فتطير ولا تقع في الحوض، وهذا رمي لا يجزي لأنه لم يقع في الحوض، والسبب في ذلك الجهل أو العجلة أو عدم المبالاة. ومنهم من يقدم رمي الأيام الأخيرة مع رمي اليوم الأول من أيام التشريق، ثم يسافر قبل تمام الحج. وبعضهم إذا رمى لليوم الأول يوكل من يرمي عنه البقية ويسافر إلى وطنه، وهذا تلاعب بأعمال الحج وغرور من الشيطان، فهذا الإنسان تحمل المشاق وبذل الأموال لأداء الحج، فلما بقي عليه القليل من أعماله ومناسكه تلاعب به الشيطان فأخل بها وترك عدة واجبات من واجبات الحج، وهي رمي الجمرات الباقية، وترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ثم طوافه للوداع في غير وقته، لأن وقت طواف الوداع إنما يكون بعد نهاية أعمال الحج. فهذا لو لم يحج أصلا وسلم من التعب وإضاعة المال لكان أحسن، لأن الله تعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. ومعنى إتمام الحج والعمرة إكمال أعمالهما لمن أحرم بهما على الوجه المشروع، وأن يكون القصد منهما خالصا لوجه الله تعالى. ومن الحجاج من يفهم خطأ في معنى التعجل الذي قال الله تعالى فيه: من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، فيظن أن المراد باليومين يوم العيد ويوم بعده، وهو اليوم الحادي عشر، فينصرف في اليوم الحادي عشر ويقول: أنا متعجل. وهذا خطأ واضح سببه الجهل، لأن المراد يومان بعد يوم العيد، هما اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، أن تعجل فيهما فنفر بعد أن يرمي الجمار بعد زوال الشمس من اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى اليوم الثالث عشر فرمى الجمار بعد زوال الشمس فيه ثم نفر، فهذا أفضل وأكمل. فاتقوا الله وأدوا حجكم على وفق ما شرع الله لكم خالصا لوجهه تفوزوا بثوابه. وتذكروا قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهناك أخطاء ترتكب في زيارة المسجد النبوي الشريف، منها اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي الشريف لها علاقة بالحج، وهذا خطأ واضح، فإن زيارة المسجد النبوي عبادة مستقلة ليس لها علاقة بالحج، وليس لها وقت مخصص،
فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه تام وصحيح. ومنها اعتقاد بعضهم أن زيارة المسجد النبوي واجبة، وهذا اعتقاد غير صحيح، لأن زيارة المسجد النبوي سنة، فلو لم يزره طول حياته فلا شيء عليه، ومن زاره بنية صالحة حصل على ثواب عظيم، ومن لم يزره فلا إثم عليه. ومنها أن بعض الحجاج يعتبر زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة للرسول أو زيارة لقبر الرسول، وهذا خطأ في التسمية، قد يكون مصحوبا بخطأ في الاعتقاد، لأن أصل الزيارة التي يسافر من أجلها هي لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بقصد الصلاة فيه، وتدخل زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وزيارة غيره من قبور الصحابة وزيارة قبور الشهداء وبقية المسلمين تدخل تبعا لزيارة المسجد، لا أنها تقصد بالسفر أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر الذي يقصد به التعبد في مكان من الأمكنة إلا إلى المساجد الثلاثة، فلا يسافر لأجل زيارة قبور الأنبياء والأولياء ولا لأجل الصلاة في مسجد من المساجد غير المساجد الثلاثة. وأما الأحاديث التي وردت في الحث على زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن حج البيت فكلها أحاديث لا يحتج بواحد منها، لأنها إما موضوعة وإما ضعيفة متناهية الضعف كما بين ذلك أئمة الحفاظ، لكن من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له زيارة قبره عليه الصلاة والسلام وزيارة غيره من القبور تبعا لزيارة المسجد، وأخذا من عموم مشروعية زيارة القبور بشرط أن تكون زيارة شرعية يقتصر فيها على السلام على الموتى والدعاء لهم بالرحمة والرضوان، لا من أجل الاستغاثة بهم من دون الله وطلب الحوائج منهم، فإن هذه زيارة شركية لا شرعية. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.